لعبة جوست واير توكيو هي الإضافة الجديدة لألعاب الرعب من إخراج شينجي ميكامي من شركة تانجو، واللي جابت لنا ألعاب مثل The Evil Within. اللعبة عبارة عن خليط بين ألعاب الرعب والمغامرات والاستكشاف، وأسلوب اللعب من المنظور الأول، وممكن تحس إنه شيء غريب بالبداية بس بتتعود عليه بسرعة. رسوم اللعبة جميلة وفيها تركيز على أدق التفاصيل في عالمها وشخصياتها، وطبعاً أحداث اللعبة تصير في مدينة طوكيو في اليابان، وفيها نعيش الأجواء اليابانية في الليل بحيث نشوف إضاءات النيون والإضاءات في لافتات المحلات. موسيقى اللعبة لا بأس فيها، ولكن الغريب فيها إن خلال اللعبة ما راح تسمع موسيقى في الخلفية، وراح تسمعها جاية من أماكن مختلفة في المدينة، فكل محل تجاري له موسيقى خاصة فيه ومتفاوتة من هادية إلى عالية. اللعبة تسمح لنا نختار أكثر من نوع للأداء على البلايستيشن 5، فيها ضبط الكواليتي والبرفورمانس، وغير كذا خيارات تفتح لك معدل الإطارات، فممكن أنك تختار ضبط الكواليتي وتفتح معدل الإطارات، وهذا كان اختياري خلال مراجعة اللعبة، وطبعا كان جدا ممتاز وما واجهت أي مشاكل أو بطء في الأداء. ويد الدول سنس استفادت من التاتش باد بحيث تقدر تبدل بين قدراتك عن طريق اللمس بشكل سلس، وراح تحس بكل شيء يصير باللعبة من خلال الاهتزازات. وكمان اللعبة تدعم خاصية التمبست 3D للصوت الثلاثي الأبعاد، وكان جدا ممتاز، وتقدر تميز من أي اتجاه جايك صوت العدو أو صوت أدوات مخفية وتساعدك أنك تلاقيها. الآن خلينا نتكلم عن طور اللعب في Ghost Wire Tokyo. أحداث اللعبة تبدأ بشاب اسمه أكيتو، ويكون على وشك الموت بسبب حادث سيارة، لكن فجأة روح تدخل جسمه وتبدأ ترجع للحياة. بعد كذا أكيتو يبدأ يتعرف على هذا الروح اللي هو شخص اسمه كي كي، وراح تكتشف أن كل سكان مدينة طوكيو اختفوا، وانتشر في شوارعها وحوش وعفاريت كثيرة واسمهم الزائرين. وفي البداية سلاح أكيتو الوحيد هو استخدام طاقة الرياح ضد الأعداء، إلين ما يكشف كورة داخل جسمهم، وبعدها تضغط زر لتدميرها، وهذه الكورة هي روح العدو، وغير كذا فايدتها أنها تزيد من عداد الطاقة، وإذا عبيتها راح يصير عندك قدرة اسمها واير اللي تخليك قوي جدا ضد الأعداء، وتقدر تحاربهم وتكشف كورهم الداخلية بشكل أسرع في وقت محدود. وتكتشف في القصة أن أكيتو له أخت وهي في المستشفى ولازم يروح لها. التنقل في المدينة مفتوح، ولكن في أماكن راح تلاقي عليها ضباب، وإذا دخلت الضباب راح تنقص طاقتك إلين ما تموت، وطبعا راح يمديك تكشع هالضباب وبنتكلم عنها بعدين. الآن وصلنا للمستشفى، وبمجرد دخولها اللعبة تتحول إلى رعب، وخلال تجولك فيها راح تشوف ملابس متناثرة كانت حقت أشخاص اختفوا من الوجود فجأة، وهذا يشبه جو أفلام الرعب اليابانية. وراح تصير لك أشياء غريبة من حولك، زي فجأة تشوف أسرة المستشفى تترتب فوق بعض وبعدين تختفي، أو الجدران يخرج منها دم، والمؤثرات البصرية فيه ممتازة. وإذا وصل أكيتو لأخته راح يصير شيء يخليك تبدأ رحلتك في مدينة طوكيو، وأول مهمة هي إنك تفتح مناطق جديدة للاستكشاف، وطبعا معناتها إنك لازم تكشع الضباب اللي ذكرناه من قبل، وعشان تشيله لازم إنك تروح معبد موجود بالخريطة وتطهره، وبكذا ينقشع الضباب وتكشف مناطق جديدة. وغير كذا كل معبد راح يعطيك أداة أو سلاح جديد. أول معبد بيعطيك أداة الكاتاشيرو، وهي عبارة عن أوراق على شكل إنسان اللي تقدر تجمع فيها أرواح الناس في اللعبة. إيش أنت راح تستفيد منها؟ المدينة فيها أرواح كثيرة منتشرة، وعليك تسحبهم بالكاتاشيرو وتجيك على هيئة نقاط، فتروح لتليفون عام وتستخدمها فيه، وراح يبدل لك الأرواح اللي جمعتها بنقاط خبرة اللي تستفيد منها، وهي أحسن طريقة تطور فيها لعبك. أكيتو عنده قدرة يسويها في أي وقت، واللي تبعث منه موجة عشان تعرف إذا في أدوات أو أعداء قريبين منك، وهذه القدرة مهمة للكشف عن أسرار وأماكن مهمة للتطوير. ووقت ما تستخدمها بتسمع صوت جرس من الجهة اللي يكون فيها السر، وتحس بهزاز اليد في الموقع. بالنسبة لتطوير شخصيتك تقدر عن طريق صرف نقاط السكيل واللي تجيك بعد ما يزيد الليفل حق شخصيتك، وتستخدمها في شجرة التطوير، فممكن تطور لعبك بحيث يصير أسرع في التسلل مثلا. راح تلاقي في اللعبة طاقات متنوعة مثل طاقة الرياح والمياه والنار، وكل طاقة يكون لها استخدام مميز. الرياح مثلا طاقة عادية، بينما الماء يقص زي السيف، والنار يفجر مثل البازوكا. وغير كذا عندك سلاح القوس والسهم عشان تقتل العدو من بعيد بضربة واحدة،
وعندك ورق طلاسم تخلي العدو يتكهرب في محله. وطبعا الأسلحة تستهلك طاقات وقت الاستخدام، وإذا خلصت عليك الأسهم مثلا تقدر تشتريهم من المحلات المنتشرة في الخريطة، لكن الطاقات نفسها تقدر تسترجعها من تدمير أجسام شبحية اللي موجودة في كل مكان، مثل شكل سيارة أو ثلاجة وغيرها. وفيه اكسسوارات تساعد على أنك تقوي شخصيتك، مثل سوار اللي تزيد من قدرة الرياح بنسبة 20%. وبالنسبة لحياة أكيتو، الطريقة اللي تسترجع فيها الحياة إذا كانت ناقصة عن طريق الأكل أو الشرب اللي تزيد من طاقة الحياة بنسبة 0.4%. اللعبة فيها مناطق كثيرة للاستكشاف، مثلا تقدر تبحث عن تماثيل عشان ترفع العدد الكلي للطاقات المختلفة اللي عندك، وفي مهمات جانبية متنوعة وبسيطة لكن ما لها أي عمق أو تعقيد. وغير كذا راح تلاقي قطاوة وكلاب منتشرين في الخريطة وتقدر تكلمهم، وهذه راح تفيدك نوعا ما، لأنك إذا أعطيت الكلب أكل راح يحفر بالأرض ويطلع لك فلوس. وفي وسط تقاطع الشارع ممكن تظلم الدنيا فجأة وتشوف الشياطين تمشي قدامك، ويمديك تقرب منهم وتدخل في دوامة تاخذك لمنطقة مقفلة وتحاربهم، وإذا فزت بترجع مكان ما كنت ويصير معاك نقاط خبرة كثيرة. اللعبة فيها تنقل سريع، يعني تقدر تختار معابد تتنقل لها بسرعة أو حتى بعض المحلات، وجزء من هذه المحلات لها رمز مختلف في الخريطة، وفكرتها إنها تسمح لك إنك تدور على أدوات أثرية ضايعة في الخريطة، وإذا حطيت مؤشر على الأداة راح تشوف تلميح عن مكانها، وإذا لقيتها القطب يعطيك جائزة نقدية، وكل ما جمعت أكثر راح تحصل على جوائز مختلفة. من ضمن الأشياء اللي عجبتني في اللعبة هي الاهتمام في التفاصيل وسرد القصة والأحداث من حولك، وركزوا كثير على الأساطير والخرافات اليابانية وتشرح لك كثير منهم، واللغة العربية فيها ممتازة من ناحية القوائم والنصوص. في النهاية لعبة Ghost Wire Tokyo تعتبر تجربة ممتعة للي يحبوا ألعاب الرعب والأشباح، خصوصا اللي معجبين بالأساطير اليابانية، وفيها قصة ممتعة لكن للأسف راح تنساها بسرعة لأنه ما في بناء علاقات خاصة اللي تربطك مع باقي شخصيات القصة. وهذه كانت مراجعتي لGhost Wire Tokyo، وتقييمنا هو 8/10. وشكرا لكم للمتابعة ومع السلامة.